أعلن المجلس الدستوري صباح اليوم عن تنصيب رئيس مجلس الإشراف على مؤسسة المعارضة الديمقراطية. جاء ذلك خلال جلسة مخصصة للمجلس الدستوري برئاسة الأستاذ الصغير والمبارك رئيس المجلس. وقد جاءت تشكيلة مؤسسة المعارضة الديمقراطية حسب بيان المجلس على النحو التالي: السيد الحسن والمحمد عمدة مقاطعة عرفات زعيما رئيسيا للمعارضة الديمقراطية، والسيد بيجل والهميد نائب في الجمعية الوطنية وعمدة بلدية جاكو عضوا، والسيدة سودة ممدوان نائب في الجمعية الوطنية عضوا كذلك.